دعونا نتحدث عن الجلسة المصرية اليوم وأبرز هذه الأخبار وتأثيرها على الاقتصاد المصري. ينضم إلينا من القاهرة السيد إيهاب سعيد، مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية. سيد إيهاب، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني دعني أبدأ معك اليوم بملف بعيد قليلا عن التداولات في البورصة والتراجعات الحادة التي شهدناها على أسعار النفط في جلسة اليوم. برأيك إلى أي مدى ستعطي نتائج إيجابية بالنسبة للموازنة المصرية، وإلى أي مدى قد نشهد يعني توجه من لجنة تسعير المواد البترولية في مصر إلى تخفيض أسعار هذه المنتجات تزامنا مع هذه التراجعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا لازم نفصل ما بين خام غرب تكساس واللي حصل فيه امبارح وما بين خام برنت. يعني هو خام برنت طبعا تراجع زي ما حضرتك أشرتي في البداية بنسبة كبيرة في الوقت اللي تم تسعيره في الموازنة الجديدة ب 61 دولار، هو بيقرب من ال 20 دولار دلوقتي. لكن طبعا موضوع غرب تكساس ده وانتهاء العقد بتاع شهر مايو وما إلى ذلك ده ملوش علاقة قوي بالقصة بتاعتنا، لكن له إشارة على ما يحدث في الاقتصاد العالمي، وله إشارة على الكساد اللي داخل عليه الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة لتباطؤ الطلب أو انعدام الطلب تقريبا وامتلاء المخازن بشكل كبير من النفط، لدرجة أنه يوصل لأنه المالك النفط ممكن يديه في مجرد بس أن أنت تدفع تكلفة التخزين أو تكلفة النقل بتاعته ويدفع عليه فلوس كمان. فده يعني إشارة خطيرة جدا على الوضع اللي الاقتصاد العالمي رايح له، وبطبيعة الحال ده من شأنه أنه يأثر على الاقتصاد المصري أكتر من التأثير الإيجابي لتراجع سعر خام برنت على الموازنة، لأن ده الكساد العالمي معناه أن مفيش سياحة، تتراجع معدلات السياحة، تتراجع دخل قناة السويس نتيجة انكماش حجم التجارة العالمية، يتراجع دخل العاملين بالخارج اللي هو بيشكل المورد الأكبر بالنسبة للعملة الصعبة بالنسبة لمصر نتيجة انخفاض أسعار البترول وتأثير ده على دول الخليج، وهي النسبة الأكبر اللي بتشكل العاملين بالخارج وتحويلاتهم إلى مصر. فبالتالي ده كله من شأنه أنه يؤثر تأثير أكثر ضررا الحقيقة على ميزان المدفوعات من مسألة النسبة اللي حصلت في ما بين التسعير اللي وضعته الدولة وما بين السعر اللي وصل له الآن. وموضوع لجنة التسعير الحقيقة يمكن احنا انتقدناه في الاجتماع الأخير نتيجة أنه هو يعني خفض 25 قرش فقط من سعر البترول، رغم أنه هو تراجع في حوالي 30% أو 35% كمتوسط عام خلال الثلاث شهور الماضية. ويمكن احنا اللي انتقدناه ان احنا كان لازم نلتزم بالقرار الصادر بالتحرك في سعر البنزين 10% تحت و 10% فوق، حتى لو هنفرض ضريبة استثنائية في الوضع الحالي علشان نقلل بس الأثر الكبير للكورونا على الدولة، لكن الدولة الحقيقة ما عملتش كده واكتفت بالربع جنيه فقط، وكان قرار صادم وأنا وصفته الحقيقة بأنه سقطة تاريخية للحكومة إنها لم تلتزم بالقرار اللي أصدرته. نرجع برضو للموضوع بتاع تأثير ده علينا في مصر. أتصور أن استمرار الانخفاض في خام برنت ممكن يدعم من أن القرار يتاخد خلال الفترة اللي جاية بخفض جديد في أسعار الوقود، لكن أتمنى أنها ما تبقاش بالنسبة الغريبة اللي تم الإعلان عنها دي، لكن هرجع وأقول أن الأثر السلبي أكتر بكتير من الأثر الإيجابي اللي ممكن نستفيد منه ب 40 أو 50 مليار جنيه فرق الدعم اللي محطوطين على الوقود. طيب دعني أنتقل معك لحديث عن موديز التي حافظت على التصنيف الائتماني بالنسبة لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي المحقق في مصر ساهم بتخفيض معدلات البطالة بشكل كبير. هل إذا ما طال أمد أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري وعلى مصر بشكل عام قد نبدأ ونشهد تحول في نظرة بيوت التصنيف الائتماني مثل موديز وغيرها نحو تخفيض تصنيف مصر؟ هل تتوقع هذا السيناريو؟ مما لا شك فيه طبعا أن الوضع الاقتصاد المصري أفضل حالا من مثيلاته في الدول الأخرى على اعتبار أن احنا كنا بنمر ببرنامج إصلاح اقتصادي، لكن فكرة التوقع النهاردة على نمو اقتصاد بقدر كذا أو تراجع انكماش الاقتصاد بقدر كذا فكرة الحقيقة يشبه الكثير من اللغط. يعني الفكرة مش واضحة تماما بالنسبة لأي حد عنده معلومة اقتصاد ولو حتى يعني قليلة جدا. يعني احنا بنتكلم على أزمة كبيرة جدا مش معروف مداها، مش معروف مدى تأثيرها العالمي قد إيه،
ومن ثم صعب جدا ان احنا نحط توقعات او تصنيفات في الوقت الحالي، ومع احترامنا الكامل طبعا لكل بيوت الخبره، لكن انا بتكلم على ان المساله غير واضحه فعليا. يعني الشركات نفسها مش عارفه الاثر ده ممكن يستمر قد ايه وممكن يحصل ايه، والدول كذلك، فما بالنا بدول كامله مش بس عارفه يعني دول عظمى. مش عارفه الاقتصاد المصري التأثير. نعم، حقيقه انه الاقتصاد المصري حقق نمو بقرابه 6% في العام 2019، ألا يعطيه مناعة أكبر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا حتى وإن طال أمدها؟ طبعا أنا زي ما قلت حياتك، إحنا عشان كنا بنمر ببرنامج إصلاح اقتصادي، ده دعمنا بشكل كبير في مواجهة الأزمة. إحنا لو كنا بنتكلم النهاردة في الجاب اللي كانت موجودة في أسعار الدولار ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي، كنا هنشوف مشاكل كتيرة جدا. فطبعا مما لا شك فيه ان برنامج الاصلاح الاقتصادي دعم موقف الاقتصاد المصري، مش بس عشان النمو بتاع 2019، لكن علشان احنا اتخذنا اجراءات اصلاحيه هيكليه كبيره جدا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، مما لا شك فيه كانوا داعمين لوضع الاقتصاد المصري وقد يدعموه لفتره، لكنها فتره ممكن ما تطولش اذا استمرت الازمه بهذا الشكل العنيف وبهذا الاثر اللي اتكلمنا عليه مثلا في مثال واحد زي موضوع النفط. طيب يعني يفصلنا أيام فقط عن بداية شهر رمضان المبارك، كيف تتوقع أن تتأثر التداولات في الأسواق المصرية بهذا الشهر، وخصوصا بأنه اعتدنا تاريخيا أن نشهد ضعف في مستويات السيولة خلال هذه الفترة؟ يعني الحقيقة أنا توقعت الأسبوع اللي فات من قبل حتى حلول شهر رمضان، طبعا كل عام وحضرتك بخير وكل الأمة العربية والإسلامية بألف صحة وخير، ان احنا هنواجه ضغوط بيعيه جديده، لان طبيعي جدا ان احنا بنتحرك في حركه تصحيحيه لاعلى، والحركه دي مؤقته واشرنا اليها وشرحناها الاسبوع الماضي، وبالفعل ده اللي بدا يحصل وبدا يظهر البياع مره ثانيه، بعيدا عن فكره التاثير بموضوع انخفاض سعر النفط او غيره، لان التراجع ده بدا من قبل العطله حتى يعني. فبالتالي الضغوط البيعيه دي كانت متوقعه، وكان متوقع ان احنا هنعمل قمه اقل. أتصور أن الجزء الأول من بداية شهر رمضان مش هيختلف الأمر كثيرا، هنستمر في مواجهة الضغوط البيعية دي لحد ما يبتدي السوق يعمل نوع من التماسك أو يعمل قاع جديد، سواء أعلى أو عند القاع السابق اللي قرب ال 8000، وهذا ما لا نتمناه طبعا، ومن ثم بعد كده نقدر نحدد الوضع شكله إيه. لكن مستويات السيولة ما اعتقدش هتفرق كتير، لان احنا دلوقتي اصلا الجلسه بتستمر الواحده ونص بس، فمش هيحصل تغيير في ساعات التداول عن الوقت الحالي بعكس السنين الماضيه، لان دلوقتي في ازمه كورونا، وبالتالي ما يعني مش هيبقى في ازمه في موضوع تراجع ساعات التداول زي ما كان بيحصل في السنين السابقه. شكرا لك السيد ايهاب سعيد، مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه. مشاهدينا، كلام اسواق مستمر معكم بعد الفاصل.